السلام عليكم باباتي. عليكم السلام دكتور. عليكم السلام. حياكم عليكم السلام. باباتي، إن شاء الله نواصل وياكم محاضرتنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الجزء الثاني باباتي، أخذنا الآر آر سي سيركت وشلون نوجد لها الماثماتيكال موديل مالتها، سواء بالديفرنشال إكويجن أو بالترانسفير فانكشن، اللي هو هذا أمامكم. الآن إذا كان عندي مالتي لوب مثل هذه الدائرة اللي أمامكم، عندنا فور لوبس أو ثري لوبس إذا الأوتر لوب ما تحسبه، عندنا الآي 1 والآي 2 والآي 3. ممكن تحلها بطريقة اللوب المعتادة اللي تعلمتوا عليها، أو ممكن تحلها بطريقة النود او اللوب، حسب انت شنو اللي يعني. اذا كتبته باستخدام اللوب فراح تكون هذه المعادلات الثلاثه اللي امامكم. هذه تخص اللوب الاول، راح يكون باللوب الاول بالنسبه للاي راح يكون الار والسي يتقاطع ويا اللوب الثاني مع بالار 1 ومع اللوب الثالث بالسي. وبالنسبة لللوب الثاني حيكون يتقاطع ويا اللوب الأول بالآر 1، وبداخله هو آر 1 وآر 2 والأل، ويتقاطع مع اللوب الثالث مع الآر 2 والآي 3. اللوب الثالث حيكون بداخله هو الآر 2 والآر 3 والسي، ويتقاطع مع الآي 2 بالآر 2 وبالآي 1 بالسي. هذه الان الانبوت لها هي فقط الاي، فبالامكان تحلها بسمسون رول وتطلع الترانسفير فانكشن مالتها. هوم ورك لك تطلع الترانسفير فانكشن مالت هذه بنفس الطريقه باستخدام السمسون لوب، او ممكن تحلها باستخدام النود ميثود معروفه باستخدام الفولتج ديفيجن ما بين اي نقطتين. فاحنا عندنا نقاط رئيسيه بالدائره مثل ما موضح قدامكم. احنا ممكن نخلي النقاط بهذه النوتس اللي مثبتيها ونحلها، فراح تكون عندنا النقاط اللي هي الاي والبي والسي والدي، ونوجد طبعا تعرفون احنا قوانين الكهرباء، عندنا السميشن بالنود للكرنت يساوي صفر، فممكن تستفاد من عنده وتكتب المعادلات هذه اللي امامك. فهنا باستخدام الفولتج ديفيجن راح توجد العلاقه ما بين الاي اوت والاي ان. هذه اذا كان عندي مالتي لوب. الآن إذا هذه الدائرة أو بصورة عامة بالريبريزنتيشن أريد أحكي على الستدي سبيس. الآن حكينا على الترانسفير فانكشن وحكينا على الأوردينري ديفرنشال إكويجن، والآن راح نتكلم على الستدي سبيس. الآن إذا أريد نتكلم على الستدي سبيس، طبعا من نقول ستدي سبيس معناتها تايم دومين، واذا نحكي ترانسفير فانكشن فهو فريكوانسي دومين، فهذه لازم يتميزون بيناتها. اذا نحكي اوردينري ديفرنشال اكويجن هذا تايم دومين، ستدي سبيس لان ستدي سبيس هو فورميليشن ل ال اوردينري ديفرنشال اكويجن. هنشوفها ستدي سبيس هو عباره عن ترتيب ل الاوردينري ديفرنشال اكويجن. فاحنا عندنا الاساس هو الاوردينري ديفرنشال اكويجن هي التايم دومين، والاس دومين اللي هو الفريكوانسي دومين. العلاقه ما بيناتهم انه ناخذ لابلاس للاوردينري ديفرنشال اكويجن، للتايم دومين ناخذ له لابلاس حيتحول الى الاس دومين او الفريكوانسي دومين. شنو مكونات الستدي سبيس؟ الستدي سبيس يتكون من فورم ماتريسز، اربعه مصفوفات رئيسيه
الأي والبي والسي والدي. الأي توصف طبعا هو بما أنه هو ترتيب للأوردينال ديفرنشال إكويجين، فراح يكون علاقة ما بين الأكس دوت والأكس. لذلك مثل هذه المعادلة اللي أمامكم، الأكس هو فاكتر للنمبر أوف ستيتس مالتنا، كل ستيت معناتها إلها 1 ديفرنشال إكويجين، لذلك هي X1 أكو دوت X1 دوت تساوي X1 وفد إكسبريشن وياها آخر، و X2 دوت X3 دوت إلى XN. الN هذا يمثل الأوردر مال السيستم، لذلك من أقول هذا السيستم هو سيستم ثيرد أوردر، معناته هذا السيستم يحوي على 3 فيرست أوردر ديفرنشال إكويجين، لأن كل single differential equation تمثل 1 بالorder. اوكي، number of input حسب السيستم، هل هو سيستم ميسو لو مايمو مالتي انبوت لو سنجل اوتبوت. احنا في دراستنا غالبا حناخذ السايسو سيستم، الا في حالات بسيطه حتى نعلمكم شنو هو المايسو وشنو هو السايسو، لان احنا بالديزاين يتعقد اذا ناخذ مايمو، مو شغلكم، شغل الماجستير والدكتوراه اللي يريد يروح يكملون سيطره، لكن انتم بشغلكم بالديزاين وبالاناليسيس دائما نستخدم السايسو سيستم، سنجل انبوت سنجل اوتبوت. لذلك انا بعد ما اكتب الستدي سبيس فورم لاي سيستم، طبعا انا بالستدي سبيس عندي معادلتين رئيسيه، عندي الاكس دوت، هاي الاكس دوت هي تساوي اي اكس بلس بي يو، وعندي الواي هو سي اكس بلس دي يو. هذا الواي هو الاوتبوت، والاكس دوت هذني الستيتس مالت السيستم، الاي اللي هي لها علاقة مباشرة بالستاتس هي الكاركترستيك اكويجن مالت السيستم، اللي هي المين مالت الستدي سبيس. شلون انا عندي بالترانسفير فانكشن عندي الدينومينيتر هو الكاركترستيك، قلنا هذه الاي. البي هي الماتريكس مالت الانبوت بالمعادلة مالت الستاتس، السي هي الماتريكس اللي تحدد لي الاوتبوت، الاوتبوت من يا ستيتس. انا عندي دائره بها فولتيه وتيار، من هو اللي اوتبوت عندي؟ الفولتيه لو التيار، الاكس 1 لو الاكس 2 راح تحدد هذه السي، والدي هاي دائما بالسايسو سيستم هي صفر بالمايمو سيستم بالمالتي انبوت مالتي اوتبوت. لما يكون عندي بلن نيومينيتر اكثر من اوردر، يعني عندي اس سكوير، راح تكون عندي هذه الدي. اما لما يكون النيومينيتر 1 او النيومينيتر فقط اس، فهي غالبا تكون زيرو. هذا الشكل العام مالت الستدي سبيس، هسه حناخذه بعد شويه. بما انه انا عندي هذه الاكس دوت هي ان من الدوت، فمعناته عندي N من الستيتس، هذه الN من الستيتس لكل واحدة أقدر أرسم تراجكتري، أقدر أرسم شكل الأوتبوت مالتها ويا الأنبوت. لذلك عندنا شيء اسمه الستيتس تراجكتري، هذا معناته أنا أقدر أطلع X1 of T، أقدر أطلع X2 of T وأرسمه ويا الزمن X إلى N of T. شكرا، كم اكس انا عندي بالثيرد اوردر؟ عندي 3 اكس، اكس 1 اكس 2 اكس 3، دول كلهم اقدر اطلع لهم ستيتس تراجكتري، سلوك هذه الستيتس، سلوك التيار، سلوك الفولتيه مع الزمن. بالانظمه الميكانيكيه اقدر اشيك سلوك هذا السبرينج ويا التايم، سلوك هذا الدمبر ويا التايم، سلوك هذه الماس الكتله ويا الزمن. لذلك هذا مفهوم التراجكتري. الآن إذا أريد أسوي لهذه الدائرة
اللي كانت عندي الـ RLC circuit اللي بشكل 2-3 أريد أحولها أسويها بمفهوم الستيتس الستيت سبيس. فش عندي أنا أفرض أنه الـ CX dot هي الـ X2، فراح تكون المعادلة مالتي ويا اليو هي الـ X2 dot، لأنه أنا ش عندي؟ عندي الـ X1 dot، عندي الـ X1 dot تساوي لي الـ X2. هذه أول فرضية أفرضها، فالبقية فقط أعكس على الدائرة. فش عندي أنا؟ عندي الـ X1 dot هي الـ 1 over C بالـ X2 اللي هي هذه المعادلة، وعندي المعادلة الثانية اللي هي الـ X dot ش راح تصير؟ راح تصير الـ 1 over L للـ X1 اللي هو أنا فرضة الـ X1 يساوي للـ I، R على L للـ X2 dot زائد الـ 1 over L للـ U. هذه المعادلة الثانية. الآن هذه المعادلة من أريد أكتب، أنا عندي شيء اسمه storage element. الستورج element لكل سيستم فيزياوي إلى storage element. نبدأ بالإلكتريكال، عندي فقط بالستورج element من هو الستورج element اللي هو يصير فيه تغير ويا الزمن. يعني الآن الـ R ثابتة ما بيها تغير ويا الزمن، فش راح يصير؟ بس الـ C والـ L بالسيستم مالتي مال الكهرباء، لأن الـ L أيضا بي هو D over DT بالنسبة للـ I. الـ C هي 1 over C integral الـ I DT، فراح يكون عندي بالنسبة للزمن الـ storage element للـ الالكتريكال بصورة عامة الاثنين الكاباسيتانس والاندكتانس. بالنسبة للميكانيكال الماس تتغير، لأنه الماس هي المسؤولة عن من هو؟ عن الاكسيليريشن بالميكانيكال سيستم، فراح تكون أيضا ستورج إليمنت. وعندي من هو؟ عندي الدامبر أو الـ الـ عندنا الماس بالميكانيكال تل شطر إلى شطرين، الروتيشنال اللي هو المومنت اوف انيرشيا، والترانسيشنال اللي هي الطوليه. الماس اذا عندي برميل واريد يعني يتحرك بالاكس اكسس، كتله تتحرك بالاكس اكسس، فيسمونها ترانسيشنال فيلوسيتي، لذلك هي متغيره مع الزمن. لكن اذا عندي شافت يدور فهو ناخذ له المومنت اوف انيرشيا، لذلك يسمونه روتيشنال فيلوسيتي. ايضا ايش عندهم؟ عندهم السبرينج يتغير مع الزمن. ليش؟ لانه ديسبليسمنت تتغير بالانضغاط فيتغير. بالفلويد ايش عندنا؟ عندنا البريشر وعندنا الهايت اللي هن ذن اثنينهن ستورج اليمنت. بالثيرمال ما عندنا غير فقط التمبرتشر اللي هي تتغير مع الزمن، فهذه يسمونها ستورج إليمنت لمختلف الأنظمة الفيزيائية. فلذلك احنا بالكهرباء عندنا الاندكتانس والكباسيتانس. الآن اجي ارجع على المثال اللي عندي، فما عندي فقط تغير ويا الزمن، من هو ال وال سي، فراح تكون اكس 1 دوت واكس 2 دوت. ايش تساوي لي؟ فقط جبت هذين المعادلات اللي عندي كانوا اثنين اللي هن منهن كان عندي اكس 1 دوت شو يساوي لي؟ يساوي ال 1 over C X2، وعندي بال X2 دوت ايش كان عندي؟ كان عندي ناقص 1 over L ال X1 ناقص ال R على L ال X2، وعندي ايضا مع ال U كان 1 over L U. هذولا المعادلتين أخذتهم اثنيناتهم سويت بيهم الأي ماتريكس. هاي هي الأي وهاي البي، لأن أنا إيش عندي؟ عندي العلاقة العامة تقول الأكس دوت شو يساوي لي؟ أي أكس بلس بي يو.
البي ويا اليو ايش عندي؟ عندي هنا أنا بالمعادلة الأولى هذه عندي زيرو فخليت زيرو، ويا المعادلة الثانية عندي 1 over L فخليت هاي ال 1 over L. نرجع على المعادلة الأولى بالX1 دوت عندي زيرو وعندي بالX1، والX2 عندي 1 over C لأنه بالماتريسيز هذا الرو ينضرب بيش بهذا الكولوم. فالمعادلة الثانية عندي بيها بالX1 عندي هذه اللي هي الX1 وعندي هذه بالنسبة للX2، فخليت ناقص 1 over L بالنسبة للX1 وناقص R over L بالX2، فشكلت الأي ماتريكس والبي ماتريكس. بقالي من هو بالستيدي سبيس؟ بقالي معادلة الواي اللي هي تساوي CX plus DU، وراح نشوف شون نكتبها. منين ما أخذها أنا؟ من الستيت الأولى الأوتبوت مالتي من الX1. إذا من الX1 فالسي إيش راح يصير؟ السي راح يصير 1-0 في X1 X2. الدي ما عندي، ما عندي أوتبوت من ال من ال من ويليو بالنسبة للأوتبوت، فلذلك شنو هو؟ الدي تساوي 0. راح نشوفها بالسلايد القادم. هذه الآن الـ A والـ B، هذه المعادلة اللي حكينا عليها قبل شوية، هذه اللي هي الـ X دوت، هذا X دوت إذا ما واضح يمكن X دوت يساوي أي X بلس B U، هذه الـ A اللي حكينا عليها وهذه الـ B وهذه البي. لذلك البي شو نسميها؟ كنترول ماتريكس لانه هي الانبوت. هذه نسميها الكاركترستيك ماتريكس. الان الواي منين عندي؟ من الستيت الاولى راح ناخذ هذه المعادله هذه المعادلة اللي أمامكم is y يساوي لي cx plus du. فإذا أنا ما أخذ من الستيت الأولى من هنا فمعناتها من ال c راح تكون 1 0. باباتي تسمعوني؟ نعم دكتور. نعم دكتور. ال c راح تكون 1 بزيرو. الدي ما عندي ويا الاوتبوت لانه بالمعادلات اثنيناتهم السابقه ايش كان عندي؟ كان ما كان عندي ويا الاوتبوت بالدي، فالدي زيرو. هذول هذا السلايد الواي واللي قبله هذا، هاي المعادلات هاي تعتمد على المعادلات الستيتس اللي كتبناها بالبداية اللي هي هذه، هاي المعادلتين، هذه المعادلتين هي اللي استخرجنا من عندها الاي والبي والسي، لان هاي x1 دوت يساوي 1 over c x2 والx2 دوت هي هذه المعادلة مالتها. لذلك تشوف ويا اليو ماكو فقط ال1 اوفر ال اللي استخدمناه ويا البي، انكتبنا البي، لذلك ويا الدي ماكو بالاوتبوت. اوكي ارجو ان الان تكون واضحه بالنسبه لكم الستدي سبيس. راح نجي على مسمياتها. عفوا دكتور، يعني نعم دكتور، عندنا يعني هسه بس بقت مشكله انه شلون نقارن معادله الدائره الكهربائيه مع الX1 والX2 والاوتبوت، يعني بس شوي تعيد لناها شلون نقارن ونستخرج القيم. تمام خلا اكمل هذه الفكره وارجع من البدايه. الان انا عندي قلنا كم ماتريكس؟ عندي اربعه، عندي الاي والبي
والسي والدي. الاي باباتي هي السيستم ماتريكس اللي هي ان في ان. ايش قد عندك الاوردر مال السيستم ثلاثه، لازم اذا طلعت عندك الاي ماتريكس 2 في 2 انت غلطان، لانه ما دام الاوردر ثلاثه لازم الماتريكس الاي تطلع لك ثلاثه في ثلاثه، سكوير ماتريكس يسمونها سيستم ماتريكس او الكاركترستيك ماتريكس. البي لازم يكون هي ان في ام، الام من هو النمبر اوف اوتبوت، لذلك احنا ايش طلع عندنا؟ طلع عندنا ان في ام، الان 2 بمثالنا والام 1 فطلعت عندنا 2 في 1. هذه اسمها الكنترول ماتريكس او الانبوت ماتريكس. الدي هي الفيد فورورد ماتريكس اللي هي تفعل فقط لما يكون عندي مالتي انبوت، لذلك غالبا الدي شغلنا هي زيرو. لذلك هي شنو هو؟ هي اي في ام، الاي هي نمبر اوف ستيتس. السي هي الاوتبوت ماتريكس اللي هي 1 في ان. هذه 1 في ان، والدي ال1 في ام. اوكي، لكن ممكن تكون الدي ايضا سكوير ماتريكس على حسب الانبوت العدد ايش قد انا عندي، هل ان 2 تكون 2 في 2. اوكي باباتي، نرجع على سؤال محمد امين، شلون اعرف اني العلاقه بين هاي الستيتس الاكس 1 والاكس 2 مع السيستم؟ باباتي اني افرض اني ابني السيستم، لذلك اني من بديت اريد اكون السيستم مالتي للار ار سي سيركت الموجوده. ايش فرضت؟ فرضت انه الاكس 1 هي البي سي الاكس 1 والاكس 2 هي الاي، ومشيت على اساسها. انا عندي معادلات اللي تحكم، لذلك صارت من هو؟ صارت الاكس السي اكس 2 اللي هي من هي؟ انا مو عندي معادله بالنسبه للكاباسيتنس ال1 اوفر سي اس اي الاي نوت، فانا الفي سي اللي هي الاي نوت لانه بالدائره الاي اي عفوا الاي اوت، الاي اوت وين كانت؟ كانت اللي على طرفي الكاباسيتنس تمام. مو فالاي اوت اللي هي الفي سي انا فارضها اكس 2 و الاي العفو فارضها اكس 2 وال الفي سي هي الاكس 1، فصارت سي اكس 1 دوت تساوي لي اكس 2 المعادلة مباشرة بس أقارنها، وصارت عندي المعادلة الثانية اللي هي الـ في الـ X2 اللي هو الـ I بلس الـ R في الـ X2 اللي هي الـ V بلس الـ X1 تساوي لي الـ U. مجرد جيت رتبتهم معادلتين مال differential equation اللي هم هذول المعادلتين، هذولا رتبتهم يعني x1 دوت تساوي لي راح تصير ال1 اوفر سي للx2 على حسب هذه المعادله، وهذه والمعادله الثانيه خرجت الx2 دوت خارج قوس هنا، هذه خرجتها x2 دوت خارج قوس، فايش صارت؟ نقلت هذه الx1 لازم اقسمها على ال حتى اوجد فقط الـ X2 دوت، فصارت ناقص الـ X1 over الـ L، هذه الـ L وناقص من هو الـ X2 هاي ويا الـ R، فالـ R X2 over الـ L، والـ U ظلت نفسها لكن قسمتها على L وانتهت، صارت عندي معادلتين الـ X2 دوت والـ X1 دوت هاي اللي أنا يعني فقط هنا جيت قسمت حتى اتخلص من هذا السي، قلت الاكس 2 ال1 دوت تساوي لي الاكس 2 اوفر السي، صارت عندي معادلتين راح تشكلت بيهم. هاي علاقه دول الباراميترز بالدائره الكهربائيه، واضحه؟
نعم دكتور. انا الاوتبوت مالتي منين؟ حتى تكمل عندي الواي محمد امين، لان انا عندي الواي شو يساوي لي؟ السي اكس بلس دي يو. ال ال الواي منين؟ الواي من الفي سي، لان الاوتبوت مالتي اللي اوت من الفي سي اللي هو منين؟ معناته من الاكس 1، لان انا بالفرضيه قبل شوي شوفتكم اياها، فارض الاكس 1 هي الفي سي. اذا السي هي راح يصير شنو هو؟ 1 ب 0 وانتهى الامر. الدي ما عندي، فقط الدي 0، ماكو، ما موجوده لها شغلات بالمعادلات هنا، ماكو، وانتهى الامر. واضحه يا شباب؟ دكتور بس بعد السي والدي، يعني بس توضح لنا بعد. اي محمد امين باوع السي، الان انا ايش فارض؟ باوع هذا شنو هو؟ هذا مو الفي سي؟ نعم دكتور. هذا الفي سي هو ايش يساوي لي؟ الفي سي يساوي لي الفي اللي اوت، اللي هو من هو؟ اللي هو يمثل لي بالستدي سبيس، يمثل لي الواي. نعم دكتور. اذا الواي منين؟ الواي من الاكس 1 صح؟ نعم دكتور. اذا الواي من الاكس 1 انا ايش عندي؟ عندي معادله تقول الواي تساوي لي السي في الاكس. هاي من هي الاكس؟ هاي الاكس 1 الاكس 2، لانه هو فاكتر بلس نعم الدي يو، الدي ويا اليو ماكو، فهذا الدي زيرو. هنا حتى هاي المعادله تصير تامه، انا عندي فقط من الاكس 1، فراح تصير 1 ب 0 هذه السي، حتى اضربها بالاكس 1، واضحه؟ فصارت عندي الواي تساوي لي السي في الاكس، هاي السي وهذا الاكس بلس الدي يو اللي هنا الدي 0 ماكو. لو ظاهره ويا اليو، لو عندي بال اس بال النيومينيتر، لكان تطلع لي بالدي يو. وراح نشوف بامثله قادمه ان شاء الله انه اكو معادلات تظهر بها بالدي عناصر. عفوا واضحه دكتور، الان؟ السي شلون استخرجنا قيمتها واحد بصفر؟ مو اتفقنا هسه السي هي عباره عن ماتريكس مضروبه بالاكس 1 والاكس 2. اني ما عندي اوتبوت فقط من الاكس 1 اللي هو الفي سي اللي انا فارضه اللي هو نعم الاي اوت، مو تمام؟ فصارت 1 ب 0، ما عندي ويا الاكس 2 صح؟ يعني عفوا هذه لذلك دكتور، يعني هذه الفقرة شلون هيج؟ باوع محمد ركز وياي، لان هي العمليه كلش سهله، بس شويه لا تركيز، ارجع وياك للدائره. نعم دكتور. هاي الدائرة محمد، وين الاوتبوت مالتي؟ الاوتبوت مالتي مو هذا الانود اللي هو من هو سميناه احنا؟ سميناه في سي، الفي سي لو اكس تمام؟ 1 اللي هو اكس 1، عاشت ايدك، اللي هو الاكس 1. هذا الاكس 1 يساوي لي الفي سي. انا اريد اكتب معادلة تقول الواي تساوي لي السي في الاكس، تمام؟ هذا الاكس من هو؟ الاكس هو عباره عن فيكتور اكس 1 اكس 2 صح؟ نعم دكتور. هسه من ناحيه الماتريكس حتى اطلع الواي، الواي يساوي لي اكس 1. شلون اطلع الواي يساوي لي اكس 1؟ اني فارض الواي، الواي فقط من الاكس 1 اللي هو الفي سي، لازم اكتب السي تساوي لي 1 ب 0 حتى بضرب الماتريكس رو في كولوم، هذا الرو راح ينضرب في هذا الكولوم صح؟ نعم دكتور. فصارت 1 ب0 في اكس 1 اكس 2، فطلعت الواي تساوي لنا اكس 1 اللي هو اني اريدها، اللي لانه الان فرضت الاكس 1 هي الفي سي، والاي والبي وضحناها. هذا جزاك الله خير. وجزاك وجزاك. هذا ال ستدي سبيس ريبريزنتيشن.
باقي ناخذ بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. طبعا هذا تمثيل رسم الاي والبي والسي ماتريكس، لانه الان انا ايش عندي؟ عندي اليو تدخل على من هو؟ تدخل على البي ماتريكس. يعني احنا قلنا البي ايش تساوي؟ تساوي 0 ب 1 اوفر ال بالدائره مالتنا. فدخلت هنا على البي. وايضا اليو المفروض اذا اكو، هذا طبعا جنرال البلوك دايجرام، اليو ايضا الى علاقه بمن؟ بالدي، بس كانت الدي زيرو وتكنسلت. لذلك اذا اريد ارسم هيجي بلوك دايجرام للسيستم مالتنا، إيه هذا ما موجود. ليش ما موجود؟ لان الدي مالتي زيرو، واضحه؟ هنا ايش عندي؟ هنا عندي الاي ماتريكس، لان هنا انا عندي هذه اكس دوت وهذه اكس، واللي يربط بيناتهن الاي ماتريكس اللي يعني كانت عندي 0 ب 1 اوفر سي كذا كذا كذا، يدخل ويا من؟ تدخل على السي، يطلع لي الاوتبوت، لانه الاوتبوت هو من هو؟ الاوتبوت هو عباره عن الاكس، السي في الاكس بلس الدي في اليو. باعوا هذا الاكس جاي على السي والدي جايه ويا اليو، مجموعات طالع لي الاوتبوت. فهذا هو البلوك دايجرام للستدي سبيس ريبريزنتيشن. هذا بصوره عامه. لو هسه اريد اجي ارسم هذا لمعادلاتنا، ايش راح ارسم؟ راح يكون بالشكل التالي، راح يكون بالشكل التالي. اليو حتدخل على البي، و ال1 اوفر سي هذا الاكس دوت وهذا الاكس وهاي الاي وهذا السي، ومن السي حيطلع الواي. هذا لمثالنا. الدي ماكو، لان الدي زيرو. هنا انا ايش عندي؟ يعني هنا عندي اكس 1 دوت وعندي اكس 2 دوت، هذه الاي مالتي اللي طلعتها. هنا انا السي ايش عندي؟ هذه السي تساوي ال1 بالزيرو، يعني عندي بس الاكس 1 هو الاوتبوت. واضح يا شباب؟ هذا مفهوم البلوك دايجرام ويا الستدي سبيس. الترانسفير فانكشن. عفوا دكتور. نعم. دكتور ساعدنا، الانبوت صار يو. الانبوت يو، نعم. من راح يدخل على البي ويتجه نحو التقاطع الفيدباك مع يعني الفورورد. محمد باوع، خلا تترتب افكارك باوع. هاي النقطة هي اكس دوت. هاي الاكس نعم. دوت شو يساوي؟ الاكس دوت بصوره عامه يساوي للاي اكس بلس البي يو. اوكي؟ نعم دكتور. الاي هذه مضروبه بي من؟ بالاكس. منين جايني الاكس؟ اخذ الاكس دوت واكاملها. من اكاملها تطلع لي من هي الاكس. فجبت الاكس دخلتها على الاي. هاي من دخلتها على الاي حتى اجمعها ويا البي يو، هاي اللي انا محتاجها. البي يو منين جايتني؟ هاي جايتني من اليو في البي. هاي اليو مالتي دخلت على البي، صارت عندي هنا البي يو، انجمعت ويا الاي اكس. هاي الاي اكس صارت عندي الاكس دوت. هاي واضحه؟ نعم دكتور. الان ايش عندي انا المعادله الاخرى مال ستيت سبيس؟ هاي معادله الانبوت، هاي
عندي معادله اسمها معادله الاوتبوت، اللي هي يا هي هاي الواي الواي يساوي تساوي سي اكس بلس الدي يو. الدي زيرو فمكنسله ما عندي، هاي زيرو، بقالي السي والاكس. الاكس عندي هذا، بس هذا الاكس هو اكس 1 واكس 2. انا ايش اريد من عنده؟ اريد من عنده بس الاكس 1، لان هو الاوتبوت مالتي اللي فرضته هو البي سي، تذكر مو؟ فصارت نعم السي دكتور. تساوي 1 بزيرو وانتهى الامر. يعني دكتور إذا أريد أمثلها يعني كسؤال امتحان لازم أكتب المصفوفات كاملة بكل بلوك. نعم، كل بلوك هو يمثل معادلة. أنا عندي هذين المعادلة، عندي الأكس دوت والأي والأكس والبي واليو، لازم أمثلهن هنا حتى أوجد شيء اسمه أكس دوت وأكس. خليت انتجرال، خليت هذا البلوك 1 أوفر سي 1 أوفر إس عفوا. أوكي، هذا ال 1 نعم أوفر دكتور. إس هو عبارة عن حتى يوجد لي الأكس دوت. أوكي، العفو، حتى نعم يوجد لي دكتور. الأكس، يعني انا عندي اكس دوت حتى اوجد الاكس خليت 1 اوفر اكس. البقيه البلوك مالتي بس حولت الالجبريك فورمولا، هاي الجبريك الواي تساوي سي اكس بلس دي يو، بس الاولى ديفرنشال اكويجن حتى القى لها تمثيل، جبت الواحد على اس، والبقيه فقط كونكشن. تمام دكتور، جزاك الله خير. وجزاك وجزاك. لهنا المحاضرات مالت اليوم تنتهي، نبدي بالمحاضرة الجاية إن شاء الله من فقرة 2.5 اللي هي الترانسفير فانكشن. حنتعلم، احنا تعلمنا شلون نطلع الترانسفير فانكشن، بس هسه حنتعلم الترانسفير فانكشن شنو علاقتها بالستيدي سبيس، شلون نربطها ويا الستيدي سبيس، شلون نطلعها حتى بالماتلاب، شلون نطلعها حتى من تحل انت مثال تروح تشيك بالماتلاب حلك صح لو مو صح. من ننهي الكوريليشن بين الترانسفير فانكشن والستيدي سبيس وناخذ كل متعلقاتها، نبدي بعدها بالميكانيكال سيستم ان شاء الله. اوكي، يراد لنا شويه تعب بذني الثلاث محاضرات الجايه حتى ينضبط هذا الموضوع. ما اريد واحد منكم يطلع من هنا وهو ما ضابط الموديلنج، لانه اذا رحت انت كوميونيكيشن او الكترونيك وتذكر هاي حكايتي او باور سيستم ما حتسمع شيء اسمه موديلنج، لان الموديلنج ما يدرسونه فقط جماعه الكنترول. لذلك ابو الكنترول هسه تروح تباوع على بحوثي، بحوثي تلقى شويه ويا الباور، شويه ويا الالكترونكس، شويه ويا السولار انرجي اللي هو من ضمن الباور، شويه ويا الاتصالات ويا الكوميونيكيشن، شويه ويا الكمبيوتر. ليش؟ مو بس اني، كل جماعه الكنترول، شويه ويا الميكانيك، شويه ويا البايوميديكال انجينيرنج. لان احنا ندخل بشغلتين بالكنترول وبالموديلنج. اي واحد، اي ابو، اي مهندس يشتغل ديزاين لازم يشتغل موديلنج، والا الديزاين مالته فاشل، مبني على ترايد اند ايرور، يعني جرب وعدل، او مبني على جيب الشغله العمليه سويها تخطا بدلها، وهذا مبدا بالمنهج العلمي مو صحيح. انت لازم تجيب الفيزيك سيستم مالتك اللي تي تسوي له سيموليشن او تي تسوي له كنترولر، تطلع ماثماتيكال موديل، تروح تدرس هذا الماثماتيكال موديل بالسيموليشن، شوف وين عناصر الضعف مالته، وين القوه. اذا صممت كنترولر وجبته وردت تشيكه، راح تعرف منو العنصر القوي بالموضوع المؤثر، منو العنصر الما مؤثر، حتى انت بالعمل تعدله. اوكي، يعني هل من المعقول انا عندي ابراج اتصالات مثلا اريد اسوي استيميشن على الباور مالتها، اقول عندي فد 20 برج، هل من المعقول اقول انصبوا لي 20 برج وشغلوني وشوفوا لي الاستيميشن مال باور؟ لو اسوي ماثماتيكال موديل
لبرج واحد واستنسخه بالحاسبه 20 100 30 ان، واجي اسوي استيميشن للباور مالته واقول يابا ترى يحتاج هالقد والكوست مالته هالقد، واحنا اذا استخدمنا هيك تقنيه حنوفر هيك. هذا هو منهج البحث العلمي. وبارك الله بكم. خوما محاضرات عفوا دكتور، اخر سؤال. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام يا مصطفى. دكتور بس بخصوص القيام، انا كان عندي مشكله بالمايك لما صحت اسمي، فصارت عندي مشكله كتبت لك بالشات بس ما انتبهت عليها. مصطفى شكر. اي تمام اوكي، اشكرك دكتور. دكتور دكتور. نعم باباتي. دكتور بس على مود الحضور، انا فصل عندي النت اكثر من مره، صايح اسمي محمد علي موجود. محمد علي ما كنت موجود. تمام اوكي دكتور. انا هم تاخرت بالدخول المحاضره واسمي راح. اوكي بعد دكتور، انا عبد الملك هم تاخرت بالدخول المحاضره وتعديت اسمي. يلا عبد الملك. اوكي بعد. شكرا دكتور. اكو حد كان غايب واجا؟ عفوا دكتور، اخر سؤال. انت منو؟ انا بلال يحيى استاذ. تمام اتخذت محاضره واتخذت. بلال يحيى. بلال انت اتصور انت غايب المحاضره الاولى، ما مقدم هوم وورك. ليش؟ انت بس اثنين، انت محمود لقينا له عذر. انت ليش؟ افترى والله انت بالقام وجيت جاي، تعرف حالته رحيل عرم هذه صار شغله. ها يلا خير ان شاء الله. ده شنو حتسكن قسم داخلي؟ لا دكتور، ابي اصلا سكن رمادي بس بالفتره مال العطله الصيفيه انتقلت للقاعه فقط. ها ان شاء الله خير، الله يسر امرك ان شاء الله ويفتح عليك. قدم من هومورك، لان انا بعدين من اخلي موعد ويتقدم من هومورك، هو حيصلح من 8 مو من 10، بس بعدين ما حستقبل. لان يعني انتم السنه اوكي استقريتوا تعلمتوا على الشغل التعليم الالكتروني وما عندكم مشكله، فلازم من نحدد موعد وده ننطي موعد اسبوع كامل. اوكي اليوم مش عندنا هومورك، اليوم هومورك واحد اللي هو شنو هو؟ تكمل هذه الدائره، تكمل حلو طلع لي ترانسفير فانكشن باللوب وبالنوت وتقارن ما بيناتهم. اوكي هماتين حنزل لكم اياه. اوكي تمام. عفوا دكتور بس سؤال، من عنده سؤال ممكن حد... نعم محمد. دكتور قيمة الدي احنا بهاي الدائرة صارت عندنا صفر، لان يعني بس قيمة الاكس واي هنا شغالة بالاوتبوت. محمد صوتي قطع. نعم دكتور هسه زين. ليش المايك دين فتح ونغلق مالتك دكتور؟ احتمال النت ضعيف يعني ولا ما دا سده. تفضل. عفوا دكتور قيمة الدي كانت عندنا صفر حسب الدائرة، لأن يعني عندنا بس الأوتبوت ويا الأكس وان يعني قيمة واحدة. اي يعني دكتور ايش وقت تصير لها قيمة؟ يعني شلون أقدر أعرف لها قيمة وأثبتها؟ يعني حسب عدد اللوبات الكهربائية لو غير شيء؟ هسه راح نشوف بالأمثلة الجاية البي يصير لها. طبعا من الناحية الرياضية راح نشوف لما يكون اكو اوردر بالنيومينيتر راح يظهر. بالنسبه لسؤالك محمد، من الناحيه الرياضيه اذا كانت عندي الترانسفير فانكشن بهالشكل هذا، هي مثلا اس سكوير اوفر اس سكوير بلس 2 اس بلس 1، هذا الاس سكوير راح يطلع لي اليو دوت واليو، وراح نشوفه احنا بالمحاضرات ان شاء الله. هسه الان هذا السلايد امامكم دا تشوفونه، هذا نعم دكتور هذا السلايد هذا السلايد حنشرحه بعدين احنا بالمحاضره الجايه، لما يكون لليو داخله بالاكس 1 والاكس 2 شلون راح نحسبها؟ راح نحسب الاكو بي نوت بي 1 بي 2 هذني عليهم من معتمدين على هيك معادله بالبدايه كتبناها، انه اكو سيريز من البيات وسيريز من الايات اول ما بدينا. خليني نرجع لها.
بس لحظة واحدة، هذه باباتي شوفوها، هذه الآيات، هذه الآيات وهذه البيات، هذه النمبر اوف انبوت. راح نشوف لما يصير مالتي انبوت شلون حنحسبها بالستيدي سبيس، حنتطرق عليها بالمحاضرة الجاية. من الناحية الفيزياوية شو وقت السيستم يصير بي؟ الآن احنا اخذنا سيمبل سيستم اللي هو هذا، اذا تشوفون هنا انا فقط، سوري، هنا انا فقط داخل الانبوت، فلذلك هو الا ويا ستيتس وحده، فلما اخترناها ماكو ويا البي، فقط تيرم واحد. لكن لما يكون اكثر من تيرم راح تدخل البي ويكون عندي لها اكثر من حسب هذه الدائره. من راح ترسمون راح تلقون انه هي مو سنجل انبوت، هذه مالتي انبوت. اوكي يعني دكتور، قيمه الدي تعتمد على يعني مالتي انبوت، ما له علاقه بالاوتبوت. نعم لما تكون، نعم، لان هي ماتريكس مالت الانبوت، كل شيء ويا اليو هو ماتريكس مالت انبوت. زين دكتور، اللي قلت عليها المالتي انبوت اوتبوت اللي ما راح ناخذها، احنا راح نشتغل بس سنجل انبوت سنجل اوتبوت؟ لا احنا ما قلت ما راح ناخذها، انا قلت احنا غالب شغلنا وياكم هو سايسو سيستم، حننطي بعض الامثله البسيطه على المايمو حتى تتعرفون عليه، لكن انتم يعني بالكلاسيكال كنترول اللي هو منهجكم، ها، انتم فقط تشتغلون سايسو سيستم، ما يعني تشتغلون المثال اللي قبل هذا اللي يصير عندي اكثر من انبوت على المايمو، غير هذا يشتغل على المايمو. تمام، عبالي غير شيء. لا اوكي يا شباب، تمام دكتور، جزاك الله خير. وجزاك ان شاء الله، يعني شويه قرايه على تحلون امثله. بصراحه الماده العلميه للسيطره ماده سهله جدا، يعني مجرد شويه تركيز ما تحتاج بعد اكثر، لكن الرياضيات راح تشوفون بها هي ما نقول عقبه، لكن هي المهمه بالسيطره. يعني شوفوا أنا العام ما أتذكر منه طلع امتياز، ما أتذكر اسمه، بالفصل جنيد صفان، جنيد طلع امتياز. ليش؟ لأنه جنيد كان كلش متابع بحيث ما يخلي شغلة بالرياضات ما يحلها، فمن جاء الامتحان موقف. أنت من تحل بالرياضيات تحل وتباوع على الملزمة قدامك ما عندك مشكلة، يعني القوانين كلها available قدامك، بس من تحل بالامتحان إذا ما علم نفسك تحل مثال وحيدك من الألف للياء وتشوفه وتقف بهاي الفورمولا الرياضية، تقف بهذا القانون، بالامتحان راح يصير عندك مشكلة. أنتوا احتمال امتحانكم مو أونلاين، يعني إذا أونلاين ما عندك مشكلة، القوانين قدامك وتستحضرها وما تخطأ وتعرف تتعامل وياها، ويجوز إذا وقفت تكتب على الانترنت تخابر صديقك، بس إذا امتحنتوا تحريري لا، لازم تعلم نفسك تحل سؤال بإيدك وتكمل للأخير، لأن بعدين هسه حناخذ بالمحاضرة الجاية حناخذ الكوريليشن بين الترانسفير بين الستدي سبيس وال ترانسفير فانكشن، هذا بي شغلات مال ماتريسيز، بي انفرس ماتريكس، بي انت من راح توجد الانفرس ماتريكس باي اناليتيكال سوليوشن بيدك، لازم تعرف شنو الكوفاكتور، توجد الكوفاكتور، توجد الديتيرمنت، وهكذا، يعني رياضيات مال صف ثاني. اوكي، من تحل بالديفرنشال ايكويشن تحتاج من تاخذ اللابلاس، صح احنا اللابلاس كله حناخذه زيرو انيشال كونديشن، الا في بعض الحالات انا انطيك انيشال كونديشن راح تحتاجه، لازم تعرف تتعامل ويا اللابلاس شلون توجده. فهذه الرياضيات البسيطه ان شاء الله وتمشي الامور باذن الله عز وجل. العفو دكتور، بس اكو طلاب عندهم مشاريع فيقولون اذا عاد الاستاذ فياخذ راحتكم، انا ما عندي شيء وياكم، انا كملت، اللي عنده سؤال يسال واللي ما عنده سؤال يتوكل، انا هم عندي طلاب مال المشروع حبقى وياهم اللي هم ابراهيم وما اعرف منهم، لا تغادرون الصف، والبقيه اخذ راحتكم.
السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.